السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة معانا موقع مهم جدا وبرنامج مهم جدا. الوظيفة الأساسية للموقع اللي هو 90 وباتش ماي بي سي. البرنامج اسمه باتش ماي بي سي، الموقع اسمه 90 دوت. أنا لما بنزل ويندوز جديد لأول مرة ببقى محتاج إن أنزل البرامج المشهورة بتاعتي، فده الوظيفة الأساسية للموقع. بختار كل البرامج اللي أنا محتاجها، بعمل تنزيل بينزل لي ملف صغير، بعمل عليه دبل كليك بينزل لي كل البرامج اللي أنا نزلتها ديت واللي أنا اخترتها دفعة واحدة بشكل سايلنت من غير أي تدخل مني، مفيش أي نكست خالص، البرامج كلها بتنزل دفعة واحدة. فهو ده ميزة الـ90. نخش ونشوف الموقع مع بعض، إن أنا بنزل كل البرامج اللي أنا محتاجها دفعة واحدة. ممكن هنختار مثلا، انا منزل عندي الجوجل كروم، نختار مثلا الفايرفوكس. ان انا انزل عندي الفايرفوكس، انا اختار برنامج واحد بس، يعني هنا في ده الصفحه الاساسيه بتاعه الموقع 90.com، ده الصفحه الاساسيه بتاعته، هسيب اللينك في الوصف ان شاء الله. في متقسم المجموعات كتير جدا، مجموعه الويب براوزر، مجموعه الميسنجنج، مجموعه الميديا، ران تايم، الايميجنج، في دوكيومنت، الفوكس تريدر، في اليوتيليتيز، ممكن نلاقي حاجه زي التيم فيور، حاجات كتير يعني تصانيف كتير، السكيورتي في المايكروسوفت اسينشال، في الافاست، في الاي في جي، برامج الانتي فايروس، في هنا الديفلوبر تولز، هنلاقي البايثون موجود، هنلاقي الباتي، هنلاقي الوين اس سي بي، هنلاقي الفيجوال ستوديو كود، في عندي هنا الكومبريشن، هتلاقي 7 زد، هتلاقي الوين رار، في مجموعه كبيره جدا من البرامج، في الميديا هنلاقي الجوم بلاير، هنلاقي الفي ال سي، في الفايل شيرنج هتلاقي الكيوبي تورنت. ففي مجموعة كبيرة جدا من البرامج، بس عدد البرامج محدود مقارنة لو هنقارنها بالباتش ماي بي سي. باتش ماي بي سي في برامج اكتر بكتير، فاحنا هنا في ال 90 هنستخدم الفايرفوكس بس. هنحاول ننزله، هنعمل جيت يور 90، هينزل لي ابلكيشن صغير جواه اللينكات اللي هننزلها. هنعمل اوكي، نعمل فتح المجلد، انا بنزل بالايجل جيت 90، دبل كليك، هنروح على المكان اللي نزل فيه البرنامج. اوكي، يبقى دي الايقونه اللي الموقع نزلها لي، بعمل عليها دبل كليك فبيبدا ينزل لي داونلودنج الفايرفوكس. يبقى كده بيعمل داونلود الفايرفوكس من موقع 90. بعد كده بعد الداونلود ما يخلص يبدا يعمل انستليشن. فعشان كده انا نزلت برنامج واحد علشان الوقت بس مش اكتر يعني. نعمل هنا شو ديتيل، هنا مديني الفايرفوكس، لو في اكتر من برنامج هيديهم لي هنا في لسته كده ورا بعضهم باسماء البرامج. ننتظر لحد ما يخلص معانا عشان نشوف التجربه كامله مع بعض. كده بيعمل انستليشن للفايرفوكس بدون اي تدخل مني نهائيا، البرنامج هينزل من غير ما اعمل اي نكستات خالص. ننتظر لحد الانستليشن ما يخلص معانا. خلاص كلوز كده، والفايرفوكس هنا كده از اوكي، اوكي كلوز. لو هنيجي هنا نشوف الفايرفوكس نزل معايا بدون ما اعمل اي حاجه، بدون اي تدخل مني نهائيا، وهي دي الميزه الوحيده في الموقع. بختار مجموعه من البرامج، بعمل جيت يور 90 لينك، بينزل لي ايقونه او ملف اكس اي، دبل كليك عليه بيبدا يحمل لي البرامج وبعد كده يسطب لي البرامج دي كلها. الموقع الثاني وهو شبيه بالموقع الاولاني، يعني ممكن الموقع الثاني الباتش ماي بي سي دوت كبرنامج استبدل به ال 90 خالص، يعني الاثنين مش مكملين لبعض، لا بالعكس، البرنامج دوت اقوى بكتير، في فيتشرز اعلى بكتير، في عدد من البرامج اكتر بكتير من ال 90. نايتي في عدد محدود من البرامج. هنا هنعمل داونلود هنا على الباتش ماي بي سي، هننزل البرنامج، نعمل هنا كده فتح المجلد، دبل كليك على البرنامج بيفتح اوتوماتيك على طول، حجمه 2 ميجا، بيفتح من غير اي تنزيل، مش محتاج ان انا انزل البرنامج، هو دبل كليك البرنامج بيفتح. فده الباتش ماي بي سي هو وظيفته الاساسيه انه بيعمل لي ابديتس لكل البرامج الموجوده عندي، ولو البرامج مش موجوده بينزلها لي. فهنا كده عندي اكتر من 300 برنامج، هنا كده انا بعمل اكتر من 300 برنامج موجودين عندي في القائمه دي. الشكل العام بالنسبه لي هو هنا كده، البرنامج نفسه يقدر يقرا نسخه الويندوز بتاعتي، يقدر يقرا الاسم بتاعي،
النهار التاريخ بتاعي هنا كده جاب لي one application installed، يعني من الليسته بتاعته انا منزل application واحد بس وهو ال VLC Media Player، والفيرجن بتاعه 2.2.4، فده الفيرجن قديم فعشان كده جابه لي باللون الاحمر. يبقى اللون الاحمر برنامج انا منزله ولكن الفيرجنز بتاعه قديمه فمحتاج يتعمل له ابديتس. اللون الاخضر دوت يبقى ده برنامج موجود على الكمبيوتر عندي ولكن موجود بالنسخه الحديثه بتاعته، يبقى 9 10 ابلكيشنز. يبقى المجموع الابلكيشنز اللي انا منزلها وموجودين في الليسته بتاعه البرنامج 10، 9 منهم اب تو ديت وواحد بس اللي هو محتاج يتعمل له ابديت. فهنا الكالر كود اللي هو بيستخدمه الاخضر يبقى ده برنامج انا منزله على الكمبيوتر وعلى اخر وضعيه ليه وعلى اخر نسخه بيه. اللون الاحمر برنامج انا منزله على الكمبيوتر بتاعه محتاج اعمل له ابديت لان النسخه بتاعته قديمه. اللون الاسود دوت يعني ايه البرنامج مش متنزل على الكمبيوتر خالص. فهنا برضو جاب لي مجموعه من الكاتيجوريز برضو موجوده زي برنامج ال 90 بالظبط. عندي مجموعه البلجنز والران تايم، في اد بلوك بلس للاي اي، في الادوب اير، في الادوب فلاش، في الجافا، في الدوت نت فريم ورك ده انا منزله باخر اصدار فعشان كده مديهولي باللون الاخضر. في عندي هنا البراوزر، في عندي البريف، في الجوجل كروم انا منزل جوجل كروم، ونزلنا من ال 90 الفايرفوكس فاصبح الاثنين موجودين عندي. في عندي المالتي ميديا هننزل مثلا احنا عندنا ال VLC هنا في المالتي ميديا مديهولي باللون الاحمر لان الفيرجن الاخير بتاعه اللي هو 3.0.1.1 هنا 2.2.4 فمحتاج يتعمل له تحديث لل VLC. هنختار مثلا معاهم البوت بلاير، ننزل البوت بلاير. البرنامج مش موجود عندي ومحتاج انزله، وعندي ال VLC محتاج اعمل له ابديت، فهنعمل بيرفورم 3 ابديتس. يبقى عندي هنا 3 هيتعمل لهم ابديتس، 3 ابلكيشنز انا اخترتهم هيتعمل لهم ابديتس، هنعمل بيرفورم للابديتس منهم 2 ابديت والبوت بلاير ده الثاني. يعني كده هيعمل داونلود للدوت نت فريم ورك 480، مع ان ده المفروض ان هو معمول له، يعني المفروض ان هو موجود. انا علمت شيكت عليه تاني وللاسف يعني كان المفروض نشيل التشيك ديت. فهو ده مختصر البرنامج. برنامج فيه 300 برنامج اقدر انزلهم، اقدر اعمل لهم ابديتس، والابديتس دي مهمه جدا علشان مجموع عشان السكيورتي او علشان الباتشز اللي بتحصل او الهولز اللي بتحصل في البرامج، ومن خلالها المخترق بيقدر يخترق الجهاز بتاعي. فلازم يكون البرامج بتاعتي اب تو ديت باستمرار، البرامج بتاعتي محدثه باستمرار. فالبرنامج ده هيساعدني كتير جدا ويسهل عليا كتير جدا، مش لازم اروح على كل برنامج واجيب الابديت بتاعه وانزله واقعد اعمل نيكست نيكست عشان اخلص. فهو بينزل لي البرامج كلها بسهوله جدا، وبرنامج فري ما فيش فيه اي تكاليف نهائيا وسهل جدا زي ما حضراتكم شايفين، مش محتاج اي حاجه. عمليه الانستليشن سهله، سايلنت انستليشن، انت ما بتحسش باي حاجه، البرنامج بينزل اوتوماتيك بدون اي تدخل منك نهائيا. ده كانت معلومة النهاردة، برنامج الموقع ال 90 وبرنامج الباتش ماي بي سي. وانا برجح الباتش ماي بي سي لانه بيقوم بنفس الدور ولكن بشكل اكبر وبشكل احسن وبشكل افضل. شكرا لكم يا شباب، وما تنسوناش بالدعم، لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.